إذن لماذا هذا التحول؟ بالأمس يقولون قولا، اليوم يرجعون عنه. أنا أعتقد يعني لا بد من رجال، لا بد من رجال، وإلا فعليك بلبس الخمار. أنا أعتقد هذا ديني في لحمي وعظمي، إما أن تكون رجلا وإما أن تلبس الخمار وتلبس الحجاب، وإن شئت فانتقد. لا خير فينا إن لم نكن رجالا، لا خير فينا. أقول نحن سنموت وأهل البدع سيموتون والسلطة والسلطان سيزول، سيبقى بعد مئات السنين كلام أهل العلم وذكر أهل العلم. حينئذ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. كونوا رجالا وكونوا أصحاب علم، ولا يغرنكم الذين لا يوقنون. إذن لماذا هذا التحول؟ لأن هؤلاء الجماعات يجمعهم باب واحد، وهو السياسة العصرية وليست السياسة الشرعية.